عودة إليكم من جديد، نرحب بكم وبكل الذين انضموا لهذه الحلقة. وفي صعيد وجانب منفصل، فشل في مباحثات الآلية الرباعية. فشل اجتماع دعت إليه الآلية الرباعية بسبب خلافات حول من يحق له المشاركة. كان من المرتقب عقد اجتماع غير رسمي مساء أمس السبت، دعت إليه الآلية الرباعية ومسؤولين في ائتلاف الحرية والتغيير وقادة الجيش والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام لحضوره لبحث الوصول إلى الحل لإنهاء الأزمة، ومناقشة ملفات هامة. إلى أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده بمنزل السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر فشل بعد انسحاب ممثلي الحرية والتغيير لإصرار رئيس حركة تحرير السودان مني أركاوي مناوي على مشاركة ممثلين لقوى التوافق الوطني دون أن تشملهم الدعوة. للحديث عن هذا الجانب وما جاء في فشل هذه المباحثات، معنا عبر الهاتف الأستاذ بشرى الصائم الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ بشرى في مع الأحداث. يا مرحب بكم في قناة البلد، ومرحب بابنتنا هيام. مرحبا بك. بداية أستاذ بشرى، ما حقيقة فشل الاجتماع الذي دعت له الآلية الرباعية؟ حقيقة فشل الاجتماع التي دعت له الآلية الرباعية، بالرغم من أنه الدعوة موجهة إلى المكون العسكري والمجلس المركزي والحركات المسلحة، وكل هذه الجهات على علم، بدليل أنه حضروا لمكونين الحرية والتغيير والمجلس والتوافق الوطني، وصلوا إلى موقع الدعوة وغاب عن الدعوة المكون العسكري، بالرغم من دعوته أنا متأكد أنها تكون وصلت له، و من وقت يسمح بأنه هو يلبي الدعوة. لكن لماذا غاب المكون العسكري؟ أنا بفتكر أنه غياب المكون العسكري القصد منه موقف ورسالة، موقف يتأكد بعدم تلبيته للدعوة وقيابه، ورسالة هي موجهة للآلية الرباعية وموجهة إلى المجلس المركزي وموجهة إلى التوافق الوطني. مفادة أنه المجلس المكون العسكري أعلن منذ فترة طويلة انسحابه من الآلية الثلاثية اللي هي آلية فولكر، وبعدها البرهان أعلن أنه هم حينسحبوا من العملية السياسية وحيعودوا إلى سكناته. ولكن اشترط هذا الأمر بتوافق القوى السياسية والمدنية السودانية جميعا ما عدا المؤتمر الوطني. هذه الدعوة الآن، الرسالة هي أن الدعوة دي لمكونين فقط ليجتمعوا مع 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 المكون العسكري، وده يتناقض مع موقف المكون العسكري في انه هو ما حيجتمع وما حيلتقي الا مع كل القوى المدنيه والسياسيه. يتضح من هنا الرساله انه رساله المكون العسكري هي هذه الرساله، وبدأ يشير لأنه برضو في الساحة السياسية مبادرات أخرى وقوة سياسية أخرى، وهو اشترط إجماع كل هذه القوة. لذلك هو موقفه من الواضح أنه عدم تلبيته للاجتماع في أنه هو ما حيجتمع مع مجموعة واجتماع تاني مع مجموعة تانية، لأنه اشترط من البداية هي مسألة التوافق القوى السياسية المدنية، والاجتماع الحسي ده بيمثل مكونين من القوى السياسية والمدنية في الساحة السياسية. دي ثالثه.
نعم. انسحاب الحرية والتغيير المجلس المركزي. نعم. هو برضو برسالة إلى أخواننا في التوافق الوطني، باعتبار إنه هم بيعترفوا بالحركات المسلحة لكنهم وبيرضوا إنهم يلتغوا بالحركات المسلحة، لكنهم بيرفضوا القوة المدنية الموقعة مع الحركات المسلحة في الجبهة الثورية. ناس التمهجو وأن ناس اللمين داود، خالد شاويش، عبد الوهاب جميل، محمد داود، الجاكومي، المجموعات الأخرى المدنية. نعم، لكن نجد الآن أستاذ بشرى. نعم أستاذ بشرى، اسمح لي أن أقاطعك. الآن الحرية والتغيير المجلس المركزي تعود للحوار مع المكون العسكري، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ أصلا هي العودة ما جديدة، العودة كانت في فترات سابقة، وكان الشعار بتاع الحرية والتغيير منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى فبراير 2022 الشعار بتاع الحرية والتغيير المجلس المركزي إسقاط. نعم. إسقاط النظام وإسقاط المكون العسكري. وفي تلك الفترة من أكتوبر لحد فبراير كانت بتتم اجتماعات، لكن اجتماعات كانت تحت الترابيزة، والقصد منها انه الوصول الى توافق. واعلن هذا الامر في فبراير 22 اللي هو بعد ما يقارب الخمس شهور من الانقلاب، وتحول الشعار من اسقاط، والاسقاط هو عبر الثوره، إلى مسألة الحوار المدني اللي من خلاله يتم تسليم، أو من خلاله يصل مع العسكريين يصلوا إنهاء، تحول من إسقاط إلى إنهاء الانقلاب. حتى فبراير 22 كان إسقاط الانقلاب، من فبراير 22 وحتى الآن يتكلموا عن إنهاء الانقلاب، والفرق كبير ما بين إنهاء وإسقاط. نعم. والآن أصبح، زمان كان المسألة سرية، لكن الآن بقت على المكشوف، وإنهم هم عايزين ينهوا الإنقلاب عبر الحوار، بالرغم من إنهم دائما بيزيلوا بياناتهم بلا شراكة لا شرعية لا تفاوض. نعم. وده تناقض غريب جدا في 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 الحرية والتغيير المجلس المركزي. نعم. الآن التفاوض بيناتهم بقى مفتوح ودائم، وهم ماشيين في مسألة إنهاء الانقلاب بالحوار، وليس إسقاط الانقلاب زي ما بيطلب الشارع السوداني. نعم. نعم. لماذا لا تتوافق أستاذ بشرى المكونات أو القوى المدنية فيما بينها البعض أولا قبل الجلوس للمكون العسكري؟ القوى المدنية هي اصلا لن تتوافق. لماذا؟ لانه في قوة، في مسائل فكريه، ودي جوهر الخلافات، وفي مسائل ذاتيه، ودي برضها من اسباب الخلاف. المسائل الفكريه هي الصراع ما بين المجموعات اللي بتمثل قوة الثورة. نعم. ودي كل القوى المدنية، الحرية والتغيير، التوافق الوطني، ودي كلهم بيقول لك نحن بنمثل قوة الثورة، مع القوى الأخرى اللي هي تسمى بأحزاب الفلول والأحزاب كده، فدي وجهتين مختلفات تماما. نعم. ما لا يمكن أن يلتغوا أصلا، ولا يمكن أن يتوافقوا حتى لو وصلوا الى الحد الادنى، لانه الاثنين عندهم خط وبرنامج وافكار مختلفه عن المجموعه الثانيه، لانه الاثنين بيحاربوا في بعض.
نعم. في داخل القوى التي بتعتقد انها هي قوى الثوره. الان قوى الثوره اذا كان قلت قوى الثوره زي ما كلهم بيدعوا، الحريه والتغيير بتدعي ان المجلس المركزي انها قوى ثوره، التوافق الوطني يدعي انه هو قوى ثوره، القوى المدنيه تدعي انها هي مكون الثوره، اللجان المقاومه تدعي انها هي قوى ثوره. كل هذه الاشكال بتتكلم عن قوى الثوره، لكن الخلافات بيناتهم جذريه. حسي ممكن مثال الى الخلاف الحدث امبارح ما بين اثنين من قوى يدعوا انهم قوى الثوره، سواء كان توافق وطني ولا المجلس المركزي، اهو ده خلاف. ديل ذاتهم الاثنين الان مختلفين مع قوى الثوره الاخرى اللي بتمثل مجموعه التغيير الجذري اللي هي بيتحدث عنها الحزب الشيوعي وبعض القوى الاخرى من تجمع مهنيين ولجان المقاومه، والقوى اللي بتمثل الشارع اللي بيخرج كله بانتظام. وكل هذه القوى ما في شيء بيجمع بيناتها، حتى في قوى الثوره ذاتها الان هي ما لا يمكن ان تجمع فيما بيناتها، ولا في حاجه بتجمع بيناتها. خليك انه يكون مع قوى اخرى اساسا كل قوى الثوره عندها موقف منها، اللي هي القوه بتاعت الفلول والاحزاب اللي شاركت في الفتره اللي فاتت، وده حسي بيتمثل في مساله المبادره بتاعت الشيخ بدور. مبادره بدور دي بتمثل كل المؤتمر الوطني وفلول المؤتمر الوطني والاحزاب اللي شاركت مع المؤتمر الوطني. ويمكن اذا استعرضت الصور بتاعت الناس الموجودين كلهم بتلقي انه الصور دي هي بتمثل المؤتمر الوطني، وتذكرك بايام المؤتمر الوطني وحوار الوسمه. نعم. فالتوافق حول صعب 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 في 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 في, في السودان في الوقت الحالي، يعني لانه كل الناس غير وطنيين، كل القيادات السياسيه والقوى السياسيه دي غير وطنيه. لانه اصلا لو كانت هي قوه وطنيه كانت يمكن ان تتجاوز كل هذه الاشياء من اجل حل قضيه البلد، الان وصلت الى عنق الزجاجه. نعم. والقضيه اللي بيعاني منها الشعب السوداني الان كلهم لا ينظروا الى الشعب السوداني، انما ينظروا الى مصالحهم والى انهم هون وين. نعم. ومشاركتهم وين. لذلك ما حيتفقوا، لانه اصلا المساله حول الذاتيه والوجود في الفتره الانتقاليه الجايه، انه انا وين منها. صحيح. انا وين منها، انا مبادرتي دي وين منها، هل مبادرتي دي اذا كان اخذوا بها انا الحكون مشرف على تنفيذها، ولا هل يكون في ناس مشاركين معي من القوة الثانيه. ده الصراع الان، الصراع حول ده، لكن ليس الصراع حول قضيه الوطن. نعم. ولا الصراع حول قضية الإنسان الحسي تعبان وجيعان وفقد الأمن وفقد الصحة وفقد التعليم وفقد كل هذه الأشياء اللي بنتحدث عنها، نتحدث عنها السياسيين يرفعوها كشعارات، لكن هي شعارات من أجل الوصول إلى السلطة وليس من أجل حل هذه القضايا. نعم. كيف تنظر أنت الآن للجهود الآلية الرباعية من الأساس، وبعد فشل الدعوة لاجتماع السبت هل يمكن أن تنجح الآلية في إعادة المتفاوضين إلى طاولة الحوار مجددا؟ أيهما في الآليات؟ في الآلية الرباعية والآلية الرباعية. ها؟ الآلية الرباعية. الآلية الرباعية هي الآن الآن أجاد بديل للآلية الثلاثية. نعم. ما اصلا هي بتمثل المجتمع الدولي، سواء كانت الثلاثيه بتمثل المجتمع الدولي، الاليه الرباعيه بتمثل المجتمع الدولي. ما يعني وراء الثلاثيه وراء الرباعيه المجتمع الدولي. نعم. والمجتمع الدولي له مصالحه وله شروطه وله حرصه على الاستقرار في السودان، ليس من اجل الحريه وليس من اجل الديمقراطيه وممارسه الديمقراطيه والحريه، انما من اجل تحقيق مصالحه في السودان الان، لان السودان حسي بقى هو قبله لكل الدول وقبله الى الدول المتصارعه. نعم. الان امريكا، بريطانيا،
روسيا، الصين، تركيا، كل هذه الدول الآن تتصارع حول السودان. فالآلية الرباعية في صراع بتاع مصلحتها وحرصها، إضافة إلى أن الآلية الرباعية غير المسألة بتاعت مصالحها في السودان، هي حريصة إنه الثورة السودانية دي ما تنجح. نعم. لأن الثورة السودانية دي لو نجحت، نجاحها حينعكس على المنظر، على الإقليم واللي هي المناطق العربية، حينعكس على مصر، حينعكس على السعودية، حينعكس على الإمارات، حينعكس على الدول الأفريقية والإقليمية، وهي حريصة إنه هذه الدول ما تقوم فيها ثورات. وقبل كده هي اللي أجهدت الثورات، أجهدت الثورة المصرية، وأجهدت الثورة التونسية، وحولت الثورة السورية إلى حرب، وحولت الثورة اليمنية إلى حرب، لأنه ما عايز نموذج بتاع ثورة ديمقراطي يحقق استغلالية وحرية البلد إنه ينجح. نعم. فدي مصالحها يعني. نعم بالتأكيد. مصالحها في المنطقة العربية كلها والمنطقة الأفريقية. نعم. شاكرة لك جدا الأستاذ بشرى الصائم الصحفي والمحلل السياسي على وجودك معي في مع الأحدى. شكرا لك. شكرا لك يا ابنتي. شكرا. كتر خيرك. وبهذا الملف نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تناولنا فيها العديد من الملفات، ابتداء مع الاتحاد الديمقراطي الأصل، وانتقالا إلى الاقتتال القبلي الذي يدور الآن على أحد أجزاء البلاد الحبيبة، التي نتمنى في القريب العاجل أن ينتهي هذا الاقتتال، وأن يكون أبناء الوطن الواحد دائما تتوحد كلمتهم وتتوحد محبتهم تحت راية البلاد. وأيضا في نهاية هذه الحلقة تحدثنا عن الآلية الرباعية وما بدر من فشل في ليلة أمس، وبهذا الملف نختتم هذه الحلقة، إلى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأحداث. دمتم في أمان الله.